يورو ولا حاجه، او ازود زي ما انا عايز. يعني ايه اللي خلاك تفاجئ لكده من دلوقتي؟ وبرضه بقى في موقف خوف، لكن انا مش شاعر ان انا خايف من اي شيء. طيب انا بتمنى طبعا لحضرتك التوفيق، وان كان المصاريف اعتقد انها ممكن تصل الى 30,000 يورو مصاريف لا اقل بكثير يعني كام؟ 20 15؟ حوالي 20. عشرين. نتمنى انها يعني تبقى مثمره ال 20,000 يورو لنادي الزمالك. الاستاذ نصر عزام برضه قائم معاه، وراجل محترم جدا، بل ان هو لم يتحصل على اي شيء في اداء هذه الماموريه. لا الاستاذ نصر اصله هو اللي بيعرض، هو اللي كذا. الراجل زملكاوي، حتى النخاع نصر عزام ده حقيقه يعني فيعني من ممكن يصرف من جيبه على نادي الزمالك. ظاهره طيبه يعني، انا عاشرته يعني قريب كده هو لكن هو ظاهره طيبه في رجل زملكاوي عايز يعمل اي حاجه للنادي. طيب عايز اسال حضرتك عن مد 3 شهور لمجلس اداره نادي الزمالك، و الحكم المفروض القضية المؤجلة للنطق بالحكم، ايه الارتباط بين الاثنين؟ هل ممكن يكون النطق بالحكم يعجل بتغيير مجلس إدارة نادي الزمالك، ام سيبقى نادي الزمالك الثلاث شهور دول بصرف النظر عن النطق بالحكم؟ هو اشوف حضرتك حاجة، الجهة الإدارية برضه فاطمة برضه، ان من الممكن يوم 18 المجلس الحالي يحصل على حكم ويعود. في الحالة دي هيجب على جهاز الرياضة ان تنفذ الحكم. يجب على جهاز الرياضه ايه يا فندم؟ ان هو لازم ينفذ الحكم اذا صدر، ينفذ الحكم بعوده المجلس اذا صدر بدون اجراء انتخابات. يعني الفطنه هنا جايه من ان مجلس ان المجلس القومي للرياضه، اما مد 3 شهور عشان ما تتعملش للانتخابات. لما انت كان ممكن حضرتك تدعو لانتخابات وبعد كده يعود المجلس السابق فتبطل الانتخابات اللي انت دعيت اليها. بالظبط. بس انا عايز اقول لك حاجه، اتفضل. يعني يمكن اول واحد حولها له يعني من الناحيه القانونيه، انا شايف ان هناك تغيير للدايره اللي هي حددت جلسه للنطق بالحكم. اذا ما كان هناك التغيير ده عباره عن عمل اداري في داخل مجلس الدوله الدوائر، يعني انا ابني احمد في دايره كذا ممكن يروح دايره كذا. ايوه. لما كانت الدايره التي استمعت الى المرافعه وحجزت الدعوه الحكم تم تغييرها وهتيجي دايره ثانيه، الدائرة الثانية هتعيد القضية تانية للمرافعة. لا ده أنت أستاذ قانون بقى، ده الموضوع باين عليه مش هيخلص يا جلال بيه بقى. أنا بقولها لك بصدق، مش بقولها لك أنا يا جلال بيه طبعًا، وأنا 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 يعني مستشعر بالصدق في كلام حضرتك، ولذلك بقول يبقى معنى كلام سعادتك كده إن مفيش يوم 18 حكم. بقول لك أنا بتكلم هذا الكلام مش إنها. طب ما يمدوا لسعادتك ست. ليس نكاية في المجلس ولا حاجة اللي جاية. لا إطلاق. بيجي أنا بس بتكلم على ناحية قانونية، وأنا يعني قلت أقول رأيي في هذا الموضوع. طب ما يمدوا لسعادتك ست شهور بقى، ولا ممكن ثلاثة تاني؟ لازم ينتظروا لما يشوف الموضوع هيحصل فيها إيه يوم 18. لازم ينتظروا. طيب ده أنت حضرتك كده فتحت لنا سكة جديدة يا أستاذ المستشار. وانا عموما انا مستأنس بحضرتك وسعيد بيك وسعيد بيك جدا في نادي الزمالك. بس على وجود حضرتك والله وان شاء الله انا يعني يمكن انا قلتها هنا في السادسه مساء وقلت ان الزمالك السنه دي هيبدا ببطوله الحمد لله، وهحاول باذن الله في حلقه قادمه نعيد الكلام اللي احنا قلناه دوت في الحلقات السابقة، لكن أنت وفقته في اختيار الكابتن حسن شحاتة في الحقيقة، وفي اللعيبة برضو وفي اللعيبة وفي اختيار اللاعبين الجداد في الحقيقة. عددهم قليل يا فندم ولكن مؤثرين. ثمانية والحمد لله كلهم على مستوى عالي. دي حقيقة. اتفضل. موجودين هنا. هو بس ايه الناس بتحب تخش المبارزة في اختيار اللعيبة وخطف لعيب من هنا وهنا، واحنا لو ما قدرناش يبقى احنا وحشين والتانيين اقوى خالص. خلونا في مهاترات. دي حقيقة. كلام يعني ما يصحش ان احنا ندخله خالص. دي حقيقة يا فندم. وانت كل منا، انت بتحب النادي الاهلي يكون في المقدمة وانا احب النادي الزمالك يكون في المقدمة بقدر ما استطيع وبقدر الامكانيات وكل حاجة. مظبوط. الناس تدفعنا الى الخصام. يعني مثلا في تعليق صغير على الكابتن طارق العاشر دلوقتي بيقول لك انا هستعين بجماهير النادي الاهلي في المباراة. ما يصحش. لا هتلاقي كلام يا فندم، انا اعتقد انه كلام مواقع يا فندم، كلام مواقع. بتكلم بقول جماهير نادي الاهلي المحترمه وجماهير نادي الزمالك المحترمه كلهم واحد بيتبع نتيجه وبيهدف للنادي. يا فندم عايز اقرب ما بين الاثنين. انا عايز انفي الكلام ده عن لسان طارق العشر، وان كنت ما كلمتش طارق العشر ويا ريت تجيبوا لنا طارق العشر، انا بنفيه على لسانه لان طارق العشر عايز خاطر جماهير
انا عايز اقول لسعادتك حاجه. حرس الحدود المدرجات بتمتلئ بجنودنا البواسل من خلال تشجيعهم لفريق حرس الحدود. ده حق ليهم. وده دليل انهم ما بيحتاجوش تشجيع اي فريق اخر او اي جمهور اخر. انت عارف حضرتك احنا يا جماهير الزمالك والاهلي برضه بتتربص لاي كلمه ضد. لا لا الكلام ده هو كلام انا كلام عاري تماما من الصحه. انا بقول لحضرتك وهنجيب طارق العشري باذن الله من هنا لحد نهايه الحلقه لازم يرد على الكلام دوت. اتمنى كده والله. سات إيه عشان خاطر الاستقرار والامن. كلام حضرتك مظبوط. احنا بنلعب القوات المسلحه اللي هي رمز الامان والامن. ما بيننا من بعض تبادل او تراشق. صح صح يا فندم. انا بقول لحضرتك هيطلع الكلام ده مش صحيح. قول لنا عقد حسن شحاته هل وقعه؟ امبارح كان بيتكلم معايا ولا انا وقعت بقالي 3 ايام وهبعته لك يعني. مفيش اي غضاضه في هذا الموضوع. لا 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 هو 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 عامل حاله جميله جدا في نادي الزمالك جدا وراجل يعني ابو كريم يعني هو كريم في التصرفات. دي حقيقه دي حقيقه يعني خلاص يعني نقدر نقول ان تم توقيع العقد بين نادي الزمالك والكابتن. الورق ما جاليش بس يعني هو قال لي انا وقعت العقد. انا بيعجبني في حضرتك انك انسان دغري وما بتحبش يعني حتى بتقول بصراحة. تلعب باللفظ خالص لأن أنا قاضي قبل كل شيء. بسم الله ما شاء الله عليك يا جلال بيه. وأنا بسعد لما بسمع صوت حضرتك والله. نفس الشعور والله نفس الشعور. ربنا يخلي حضرتك سيادة مستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك. بشكرك شكر جزيل. نحاول نجيب طارق العشرة يا جماعة لأن الكلام دوت